بعد ما تكلمنا عن الفارماكولوجي اوف سي في اس بخصوص الارثمية وعرفنا شلون نتعامل ويا الارثمية، الان نجي الى مشكلة اخرى اللي هي الهارت فيلر. شنو هو الهارت فيلر؟ معناها انا عندي مشكلة بالهارت ما قاعد يقدر يوفر provide sufficient output to meet the body requirements، ما قاعد يقدر يضخ دم كافي حتى يلائم احتياجات الجسم، معناها عضلة القلب تعبانة. شنو يتصف هذا الهارت فيلر؟ اولا مثل ما قلت عضله القلب تعبانه، معناها reduced force of contraction. زين، اذا انا قلت عندي force of contraction راح اقدر اضخ دم بشكل كافي؟ اكيد لا، فراح يصير عندي reduced cardiac output. زين، اذا صار عندي reduced cardiac output هل راح اقدر اوصل دم كافي لاجزاء وانسجه الجسم؟ اكيد لا، فراح يصير عندي reduced tissue perfusion. زين، من قل الدم اللي يوصل للاوعيه قل الدم اللي يوصل للاعضاء وانسجه الجسم، قام يتكدس بالكابيلاريز، قام يتكدس بالسيركوليشن وما يقدر يصير له سيركوليشن بشكل نورمال وطبيعي، فراح يزداد ضغطه بالكابيلاريز ويبدي يتسرب من الكابيلاريز فيسوي لي أدمة وفلويد بالتشوز وخصوصا بالليج. هذه فد نبذة ومقدمة عن الهارت فيلر. نجي الى ما يخصنا احنا على مستوى الفارما اللي هي الدرجز. شلون اعالج الهارت فيلر؟ اعالجه بمحورين اساسيين، مو كلاسيين من الادوية، خلينا نفرق، لا نعالجه بمحورين اساسيين، وكل محور ممكن استعمل به اكثر من نوع من الدرجز. المحور الاول هو positive anotropic effect، يعني اشتغل على عضلة القلب مباشرة، اقويها، انطيها ادوية تقوي عمل عضلة القلب، فبالنتيجة راح ازود الكاردياك اوتبوت بالاضافة للكونتراكتيليتي اللي هي عملنا الاساسي. شنو الكلاسات اللي ممكن تعمل ضمن هذا المبدأ؟ عندنا two classes important. الاول والاهم هو الكاردياك جلايكوسايدز، نسميها كاردياك جلايكوسايدز، وناخذ عليها المثال واحد واسم واحد هو الاشهر من هذه الادويه اللي هو الدايجوكسين، نحفظ اسم الدايجوكسين. الكلاس الثاني هو البيتا ادرينرجيك اغونست، احنا حكينا عن البيتا ريسبتورز بنبذه وراح نحكي عنهم شويه اكثر، عرفنا شنو هن، فننطيهن اغونست، معناها انطي علاج ينشط لي عمل هذا الريسبتور، يشتغل على هذا الريسبتور يشغله، مثل ايش؟ الدوبيوتامين، الدوبامين، والايزو برينالين. هذا الكلاسين ضمن المحور الاول اللي هو البوزيتيف انيوتروبيك. المحور الثاني لا، اترك الهارت، ما اشتغل على الهارت، اروح اشتغل على السيركوليشن، اخفف من السيركوليشن بحيث اخفف الضغط على الهارت، اخفف العبء على الهارت، فبالنتيجة راح اقدر اخلي الهارت يشتغل على ضغط اقل، فهالشي راح يساعد الهارت بالعمل، فنسميهن drugs which reduce workload of the heart. راح ناخذ عنهن كلاس واحد بالمرتبة الأساسية اللي هو كلاس مهم وراح نعرفه بعد شوية، بالإضافة لكلاسين مجرد نعرف أسماءهن. نبلش بالصنف الأول اللي هو drugs which increase the force of contraction of the heart اللي هي الكارديك جلايكوسايد. قال لي إنه هاي الأدوية تستعمل على مدار 200 سنة تحسن لي السيمتومز مال الهارت فيلر، لكن ليس على المستوى المدى الطويل. ليش؟ لأن أنا مجرد قاعد أضغط على عضلة الهارت إنه تعطيني جهد أكثر، راح أحسن الأعراض. الأعراض هي شنو؟ الأعراض أنا ما قاعد أقدر أطلع دم بشكل كافي، أنا من قوة الكونتراكشن راح أطلع دم أكثر، لكن على مستوى العضلة هل فعلا أنا حسنت العضلة؟ لا، أنا مجرد قاعد أجبرها على عمل أقوى، فعلى اللونج تيرم هذا العلاج ما ينفعني. الدايجوكسين مثل ما قلنا هو البروتوتايب، هو الأهم وهو النوع الأول من هذه العائلة، استخرجوه من شجرة، هذه من أوراق شجرة نحفظ اسمها ونخليه ببالنا، خافت جي ام سي كيو أو غيرها، اللي هي نسميها الفوكسي جلوب ديجيتاليس باربرا أو يسموها ديجيتاليس لناتا. الآن نجي إلى هذه النقطة اللي هي جدا مهمة، اللي هي الميكانيزم أوف أكشن أوف دايجوكسين. هذا الدايجوكسين حتى يؤدي عمله شلون راح يشتغل؟ يؤدي نقطة محددة جدا اللي هي بلوك صوديوم بوتاسيوم اي تي بي ايز، وراح نجي نعرف بالتفصيل هذه اغلاق هذه القناة شنو راح يتابع عليها من امور تعطيني النتيجة اللي هي ريدها، اللي هي تقليل الفورس اوف كونتراكشن.
أو عفو زيادة force of contraction عفوا. نجي الآن إلى هذا المخطط نباوع له. خلي نترك هذه الأكس اللي هم مخليها خلي نتركها معنينا بيها. هذا الأكس هو يقصد إنه الدايجوكسين راح يشتغل هنا. إحنا ما نريد الدايجوكسين، نريد نحكي هسا ككلام نورمال بالنورمال فيسيولوجي بالشخص الطبيعي بدون أي درج شنو اللي قاعد يصير عنده. خلي نفهم هذا المجال حتى نقدر بكل بساطة نفهم الدايجوكسين شلون راح يشتغل. إحنا نعرف إنه من يصير عندي الأكشن بوتنشل يؤدي لي غرض معين. من يصير عندي أكشن بوتنشل بالخلية العصبية فهدفي إنه أنقل إيعاز عصبي. لكن من يصير عندي أكشن بوتنشل بالخلية العضلية هل لها علاقة بإيعاز إنه أنقل إيعاز عصبي أو أنطي إشارة عصبية؟ لا، هدفي إنه أسوي كونتراكشن للكاردييك مايوسايت للخلية العضلية القلبية. شلون راح يصير هذا الأكشن بوتنشل؟ نعرف إحنا مبادئ الأكشن بوتنشل تبدي بدخول الصوديوم، لأن عندي أنا الصوديوم أكثر بالخارج فيدخل للداخل، وبعدها حتى نعد هذا الشيء عندي البوتاسيوم أكبر بالداخل فيخرج للخارج. الصوديوم قلنا يدخل إلى الداخل والبوتاسيوم ثم يخرج إلى الخارج. من صار عندي الأكشن بوتنشال هدفه نسوي الكونتراكشن. شلون الأكشن بوتنشال راح يسوي لي كونتراكشن؟ راح يفتح لي الكالسيوم شانلز الموجودة بالسيل ممبرين. من يفتح لي الكالسيوم شانلز، الكالسيوم موجود أكثر بالخارج فيدخل إلى داخل الخلية. دخول الكالسيوم إلى داخل الخلية إيش راح يسوي لي؟ راح يروح على إنزيم اسمه مايوسين لايت تشين كاينيز، الاسم ما يخصكم حاليا لا تحفظوه، مجرد أدوصل الفكرة. من يشتغل على هذا الإنزيم يسوي له اكتيفيشن. الاكتيفيشن مع هذا الإنزيم راح يروح إلى خيوط الأكتين والمايوسين اللي مبدأ عمل العضلة عليها، يسوي لها كونتراكشن، يشد هذه الخيوط، فالكالسيوم هو اللي راح يسوي لي كونتراكشن بالعضلة القلبية عن طريق تحفيز الأكتين والمايوسين. الآن بعد ما صار عندي الأكشن بوتنشل وأدى لي الهدف اللي هو الكونتراكشن، أنا شنو راح أدب العضلة لو أرد استعملها مرة ثانية؟ أكيد أرد استعملها مرة ثانية، فلازم أعالج الاختلالات اللي صارت عندي بالأيونات، لازم نعالجها حتى أقدر أستعمل العضلة مرة ثانية. شلون أعالجها؟ أنا إيش صار عندي هسه؟ صار عندي صوديوم وكالسيوم بالداخل أكثر من الطبيعي لازم يطلع لبرا، وصار عندي بوتاسيوم بالداخل أقل من الطبيعي فلازم أرجع بوتاسيوم للداخل. راح أسوي هالأمر على خطوتين، أسوي على مستوى channel أو pump نسميها صوديوم بوتاسيوم ATPase. طبعا الأكشن بوتنشال وانتقال الأيونات خلاله كله passive perfusion، يعني ينتقل من تركيز أعلى إلى تركيز أقل ما يحتاج أي صرف طاقة. لكن حتى أرجع الأيونات إلى تركيزها الطبيعي فأنا يحتاج أنقلها بعكس الconcentration gradient مالتها. الصوديوم الآن عندي بالداخل وهو خارج الخلية أعلى، فمن أطلع لازم أنقله عكس الconcentration gradient فأحتاج أنه أصرف طاقة، أحتاج أسوي active transport. فعندنا هذه channel أو البومب بشكل أدق نسميها متخصصة بهذا العمل، تصرف جزيئة ATP العفو، تصرف جزيئة ATP تطلع صوديوم وتدخل بوتاسيوم، اثنيناتهن عكس الكونسنتريشن جريدينت مالتها. فهذه الشانل وحده راح تصحح لي تركيز ايونيان معا. زين بقى عندنا الكالسيوم، الكالسيوم شلون؟ الكالسيوم عندنا اكستشينجر نسميها صوديوم كالسيوم اكستشينجر، هذه هم راح تستعمل اي تي بي حتى تطلع الكالسيوم عكس الكونسنتريشن جريدينت مالتها؟ لا، هذه راح تستعمل الصوديوم. شلون تستعمل الصوديوم؟ هذه راح تدخل الصوديوم باتجاه الكونسنتريشن جريدينت مالته، او نسميها داون كونسنتريشن جريدينت، يعني من الاعلى للاسفل، يعني ما يحتاج انه اصرف عليه طاقه لانه هو راح ينتقل من تركيز اعلى الى تركيز اقل. من دخلته الى الداخل وهي ما صرفت عليه طاقه، بالعكس هنا استغلتها وانتزعت طاقه من عنده لان انا نقلته باتجاه تركيزه فما احتاج انه ابذل عليه شيء. انتزعت منه طاقة، راح استغل هذه الطاقة حتى اطلع الكالسيوم عكس الكونسنتريشن جريدينت مالته. الصوديوم يدخل بسهولة لان اني ما عندي ما يحتاج اصرف طاقة، بينما استعملته واستغليت من عنده طاقة حتى اطلع الكالسيوم. الصوديوم بوتاسيوم بومب نسمي عملها
primary active transport. لأن اثنيناتهن active transport لأن اثنيناتهن يحتاجن طاقة لأن اثنيناتهن راح ينقلن أيونات عكس ال concentration gradient. لكن ال sodium potassium ATPase استعملت جزيئة ATP كمادة أولية للطاقة فهذه نسميها primary active transport. بينما ال exchanger استعملت طاقة من أيون الصوديوم فهذه نسميها secondary active transport. الآن عرفنا النورمال فيسيولوجي شلون يصير. فبالنتيجة من سوينا هذه العملية كلها احنا الآن راح ترجع الخلية إلى وضعها الطبيعي تسوي لي اكشن بوتنشال وكونتراكشن آخر. اجي اني انطي دايجوكسين، ايش راح يسوي لي الدايجوكسين بهذه العملية اللي حكيناها كلها؟ راح يغلق هذه البمب. اذا انغلقت هذه البمب ما راح اقدر اصحح ايون الصوديوم ولا البوتاسيوم، واللي يهمني حاليا هو الصوديوم. من الصوديوم ما راح اقدر اصححها، معناها راح يظل يتكوم داخل الخليه، لان عمل هذه الشانل انه طلع للخارج، راح يظل الصوديوم يتكوم داخل الخليه. زين، بالمقابل الاكسشينجر شنو كان مبدا عملها؟ كانت تستعمل لي الصوديوم تدخله حتى تطلع كالسيوم. هي هدفنا احنا نطلع الكالسيوم، بس مبدا عملها انه ادخل صوديوم. زين، اذا الصوديوم قام يتكوم عندي بالداخل، قام يتكدس عندي بالداخل، هل اقدر بعد ادخل صوديوم للداخل؟ لا. فبالتالي راح يتثبط عمل الصوديوم بوتاس الصوديوم كالسيوم اكسشينجر. من ماكو بعد صوديوم يدخل اكيد معناها ماكو كالسيوم يخرج، فبالنتيجه كذلك الكالسيوم راح يتكدس بالداخل. واذا زاد الكالسيوم بالداخل احنا ايش قلنا بالبدايه؟ شنو عمل الكالسيوم؟ راح يسوي لي اكتيفيشن للاكتين مايوسين ويسوي لي كونتراكشن. فزياده الكالسيوم هو الهدف اللي أريد أوصل له، حتى بالنتيجة الكالسيوم راح يقوي لي الكونتراكشن. هذا الكلام كلهم ما حاكي باختصار بهاي السلايدات. يقول الكالسيوم is extruded via sodium calcium exchanger، يعني الكالسيوم احنا نتخلص من عنده رجع المكان باستعمال هاي الاكسشينجر. هالشي driven by sodium moving down concentration gradient. شنو اللي يطلع الكالسيوم لبرا؟ هالشي يقوده دخول الصوديوم باتجاه الكونسنتريشن جرادينت مالته. من استعمل كاردياك جلوكوسايد يقول لي بلوك صوديوم بوتاسيوم اي تي بي ايز. هالشي ايش راح يؤدي لي كنتيجة؟ رايز ان صوديوم ان، معناها داخل الخلية. زيادة الانتراسيلولار صوديوم راح يؤدي الى نقصان بالاكتيفيتي مال الصوديوم كالسيوم اكسشينجر، مثل ما حكينا. يعني نعيد الكلام للتأكيد على المعلومة. بالتالي راح يزداد الكالسيوم داخل الخلية، يتخزن كالسيوم أكثر داخل الخلية، بالنتيجة increased force of contraction. هذا نفس الكلام عادي بسلايد آخر. هذه العملية اللي حكيناها هي المبدأ الأساسي لعمل الكاردياك جلايكوسايد اللي هو الدايجوكسين، إلى عمل ثاني أدي بشكل ثاني وبشكل أقل أهمية، انه يروح يشتغل على السنترال نيرفس سيستم، يقلل لي العفو يزود لي الاكشن اوف فيجال اكتيفيتي. شنو الفيجال اكتيفيتي؟ الفيجاس نيرف، هذا الفيجاس نيرف يحمل ويا فايبرات بارا سمباثيتك اوف ذا هارت. الفايبرات اللي تجيني من البارا سمباثيتك سيستم للهارت يحملها الفيجاس نيرف. فمن زودت الفيجاس اكتيفيتي معناها زودت البارا سمباثيتك اكتيفيتي. فبالنتيجة راح هالشي يعطيني نتيجتين، اولا slow AV conduction و slow heart of the rate. كميكانيكية لعلاج الهارت فيلر احنا اللي تهمنا الاولى، الثانية الها دور من خلال انه انا من راح ابطئ الهارت ريت راح اقلل الجهد على العضلة، ما اخليها تضغط اكثر على نفسها، ولكن الميكانيكية الاولى هي اللي تهمنا. ومن خلال ميكانيزم واضح جدا اللي هو نقول عنه صوديوم بوتاسيوم اي تي بي ايز بلوكر. اذا قال لي شنو الميكانيزم اوف اكشن مال الدايجوكسين، اقول له تغلق لي البوتاسيوم او صوديوم بوتاسيوم اي تي بي ايز. هذا الكلاس الاول ضمن المحور الاول بعلاج الهارت فيلر. شنو الكلاس الثاني قلنا؟ قلنا هو البيتا ادرينوسبتر اغونست. انطي ادويه مثل ايش؟ دوبيوتامين تشتغل على البيتا 1 ريسبتورز. شنو البيتا ريسبتورز؟ احنا قلنا السمباثيتك نيرفس سيستم عن طريق يفرز لنا النور ادرينالين يروح يشتغل على ريسبتورات معينه حتى يؤدي لي وظائف. ايش بي من انواع ريسبتورات؟ عندنا الفا وعندنا بيتا، كل وحده من عندهم بها سب تايبس. عندنا الفا 1، عندنا الفا 2، بيتا 1 بيتا 2.
اللي يهمنا هنا هو البيتا 1 الموجود بالهارت. طبعا كل نوع من أنسجة الجسم بأنواع محددة من الرسبترات حتى نعرف أن كل رسبتر راح يؤدي لي من وظائف محددة. البيتا 1 رسبتر هو موجود فقط بالهارت والكدني. موضوع الكدني حاليا مو يما احنا، موجود بالهارت، يهمني بقوة الكونتراكشن مال العضلة القلبية. فمن أنطي أني أغونست معناها راح نشط هذا الرسبتر، إذا نشطت هذا الرسبتر راح أقوي الكونتراكشن مال المايوكارديال مصل. على أيها مستوى أستعمله؟ أستعمله بالكارديوجينيك شوك، إذا شخص فجأة توقف القلب مالته أنطي جرعة من بيتا أغونست بدون نحكي تفاصيل شنو البيتا أغونست، شنو اللي ننطيش قد مدري شنو، هاي ما تخصنا، تلحقون على هاي الأمور. اللي يريد الآن رؤوس أقلام نستعمله بالكارديوجينيك شوك. ممكن استعمله كذلك إذا شخص عنده سويت لكاردييك سيرجري وبعد الكاردييك سيرجري صار عنده هارت فيلر نتيجة الكاردييك سيرجري، هذا نسميه أكيوت بوت ريفرسيبل هارت فيلر، ممكن كذلك نستعمل به البيتا أغونيست. الآن خلصنا الكلاسيوم ضمن المحور الأول بعلاج الهارت فيلر اللي هن الكاردييك جلايكوسايدز اللي أهمهن الدايجوكسين ومبدأ عمله بتثبيط الصوديوم بوتاسيوم اي تي بي ايز أو إغلاق. الكلاس الثاني اللي هن البيتا أدرينوسبتر أجنست ومبدأ عملها بتنشيط وتفعيل البيتا 1 ريسبترز. الآن نروح إلى الصنف الثاني من الأدوية. الصنف أو الأدوية اللي تعمل على تقليل العبء على الهارت. إحنا حتى قلنا المحور الأول كنا نشتغل على الهارت مباشرة، الآن ما نشتغل على الهارت. وين نشتغل؟ نشتغل على السيركوليشن. نعرف الهارت يشتغل كما هو، نروح نشتغل على السيركوليشن، نخفف اللود على الهارت، فبالنتيجة راح أساعد الهارت بعمله. راح ناخذ كلاس واحد اساسي مهم جدا على مستوى الهارت فيلر، وراح نشوف اهميته كذلك جدا بعلاج الهايبرتنشن، ونذكر بعدين كلاسين مجرد رؤوس راس اقلام اللي يهمني هذه الكلاس. قبل ما نجي نحكي عن هذا الكلاس خلي نعرف فد عمليه مهمه تصير بالجسم. ابو الهارت فيلر طبعا هذه العمليه تصير نتيجه عده امور، لكن انا تهمني بهذه الحاله عند ابو الهارت فيلر. أبو الهارت فيلر ما قاعد يقدر يضخ دم كافي مثل ما قلنا، وقلنا قلة هذا الدم راح يسوي لي قلة بالبرفيوجن للتشوز. من أهم التشوز الحساسة لكمية البلد اللي يجيها هي الكدني، لأن مهم دورها الأساسي هو يعتمد على البلد حتى يسوي له فلتريشن، وممكن جدا إذا قل هذا البرفيوجن إلها يصير عندي كدني فيلر. فرب العالمين ما ترك الأمر بهذه البساطة، حتى بمجرد انه يصير عندي رينال هايبو برفيوجن راح يشتغل عندي نظام دفاع نسميه الار اي اي اس اللي هو اختصار لرنين انجيوتنسين الدوسترون سيستم. اللي قاري اليوريناري راح يعرفه، واللي ما قاري هسه نعرفه به. من عندي خلايا العفو بالكدني تتحسس الهايبو برفيوجن اللي صار عندي نسميه الجوكستا جلوميرولار سيلز. من تحسست انه عندي اني هايبو برفيوجن مباشرة راح تفرز لي هرمون الرنين، يروح هذا الرنين يفتر بالسيركوليشن، راح يلاقي هرمون اخر او بروتين اخر يفرز الليفر نسميه الانجيوتنسينوجين. يجي الرنين يحول الانجيوتنسينوجين الى انجيوتنسين 1. الانجيوتنسين 1 راح يبقى هذا بالسيركوليشن، كذلك يلتقي بإنزيم هذه المرة يتصنع الفاسكولار إندوثيليوم. شو نسمي هذا الإنزيم؟ أنجيوتنسين كونفرتينج إنزيم، من اسمه أنجيوتنسين كونفرتينج إنزيم، ما يحتاج لها فلسفة. راح يحول الأنجيوتنسين 1 إلى أنجيوتنسين 2. الآن الأنجيوتنسين 2 هو المركب النهائي عندي بهذه السلسلة، لكن هذا الأنجيوتنسين 2 وين راح يشتغل؟ هل راح يبقى كذلك بالسيركوليشن؟ لا، راح يروح يشتغل على رسبترات خاصة به اللي هن AT1 و AT2. الـ AT2 الآن نعتبره ما موجود، ما يخصكم لا تهتموا له أبد.
يروح يشتغل على الـ81 يسوي لي 4 وظائف. الوظيفة الرابعة كذلك لتهتمونها متخصكم حاليا، تهمني 3 من عندي. ايش راح يسوي؟ يشتغل على الـ81 يسوي لي فيزو كونستركشن. تحديدا لمن يسوي فيزو كونستركشن؟ احنا الكدني حتى تسوي فلتريشن، الكل جزيئة فلترة بها اللي هي نسميها نفرون، يدخل ارتري نسميه افرنت ارتري، وورا ما تسوي فلتريشن يطلع ارتري اخر نسميه الافرنت ارتري. فهذا الفازو كونستريكشن ما راح يصير للافرنت ارتري، راح يصير للافرنت ارتري اللي هو الطالع. من اسوي فازو كونستريكشن للارتري الطالع راح ازود الضغط بمكان الفلترة، فراح افلتر بلد اكثر، فراح ازود البروفيوجن اوف ذا كيدني. هذه اول عمل لها. زين، العمل الثاني تزود لي افراز الاي دي اتش اللي هو انتي دايوريتك هرمون، او نسميه الفازوبريسين او انتي دايوريتك بيبتايد. هذا هرمون او بيبتايد تفرز البوستيريور بيتيوتري جلاند، يشتغل على جزء بالكيدني، ما نريد ندخل بتفاصيل، من اسمه انتي دايوريتك، يمنع الدايوريسيز، يمنع الادرار او يقلل الادرار. فشي يسوي؟ يمتص ويعيد امتصاص كميات اكبر من الووتر الموجوده بالكدني، يعيد امتصاصها للسيركوليشن فيقلل الدايوريسيز. الوظيفه الثالثه للانجيوتنسين 2 انه راح يزود لي افراز هرمون الالدوستيرون، والالدوستيرون وظيفته بشكل واضح ومباشر يسوي لي بالكدني سولت ووتر ريتينشن، يعيد امتصاص الاملاح والووتر للجسم. هذه الوظائف الثلاثه للانجيوتنسين 2 تؤدي بشكل مباشر الى الهايبرتنشن. ليش؟ من صار عندي فازو كونستريكشن، الفازو كونستريكشن عامل الهايبرتنشن. من استعملت الانتي دايوريتك هرمون وامتصيت ووتر اكثر وزودت الفوليوم مال البلد، معناها راح ازودها البريشر فيصير عندي هايبرتنشن. من استعملت الالدوستيرون وزاد السولت والووتر ريتنشن، معناها كذلك زادت الاوزمولاريتي وزادت الفوليوم مال البلد فيزداد البريشر وتسوي لي هايبرتنشن. إذن هذا السيستم في سبيل أنه يدافع عن الكيدني وما يخلي يصير عندي كيدني إنجري وما يخلي يصير عندي كيدني فيلر، راح يدافع عنها على حساب البرجر مال الجسم، راح يدافع عنها على حساب زيادة الضغط ويسوي لي هايبرتنشن. زين، إذا أنا عندي شخص عنده هارت فيلر وفوق الهارت فيلر الأوعية الدموية ما تبيها ضغط عالي، هل هو شخص الطبيعي الهارت يعاني بضخ الدم خلال ضغط عالي، فهل هذا الهارت راح أني أوفر له جو مناسب لو جو متعب؟ إذا أنا عندي هايبرتنشن أكيد راح أتعب أكثر، لأن الشخص أصلا الأرتريز مالته والسيركوليشن مالته بيها هاي بلاد بريشر. أتمنى الآن صار هذا السيستم واضح، هذا كل الآن طبيعي، سيستم نورمال طبيعي بدون أي دراجز، مجرد عمل فيسيولوجي طبيعي للجسم. هذا الباقي لا تهتموا له، لا تدخلون نفسكم به حاليا. زين، من اجي انا حتى اشتغل بهذه الكلاس من الدركس شو راح اسوي؟ راح اجي اثبط ال ACE، من اسمه ACE inhibitors، اثبط لي الانجيوتنسين converting enzyme، معناها ما راح يتحول الانجيوتنسين 1 الى انجيوتنسين 2. من ما عندي انجيوتنسين 2 هذه الامور الثلاثه ما راح تصير، فامنع الهايبرتنشن. بالاضافه الى هذا الشيء الاي سي اي انهيبيتورز كدراجز، بالاضافه الى تثبيطها لهذا المسار، لها دايركت فازودايليتر افكت، يعني بغض النظر عن هذا العمل هي مباشره تروح تسوي لي فازودايليشن، وانا من اسوي فازودايليشن راح اقلل البلد بريشر واعالج الهايبرتنشن واخفف الحمل على الهارت. فاعتقد صار جدا واضح ليش قلت لكم هذا كلاس جدا مهم بعلاج الهايبرتنشن، لاحقا راح نتكلم عنه. الاي سي انهيبيتورز شنو تسوي لي؟ ديجريز فيزو موتور تون، احنا حكينا انه راح تسوي لي من اثبط الاي سي اي، معناها ما عندي انجيوتنسين 2، من ما عندي انجيوتنسين 2 معناها ما راح يصير عندي فيزو كونستريكشن. فالفيزو موتور تون معناها حركة او السموث مصل مال البلد فيزوز، اقلل التون مالتها معناها اسوي لها فيزو دايليشن، معناها اقلل البلد برشا. هذا عملها الاول. بعد انا من مناعة
امتصاص الووتر، من منعة السولت والووتر ريتينشن اللي كان يسوي الالدوسترون، من سويت فازودايليشن، هاي كلها عوامل تقلل لي البلد فوليوم. واذا قلت البلد فوليوم معناها راح اقلل العبء على الهارت، بعد يقل الافتر لود ويقل البري لود. هذا كل الكلام عن كلاس الاي سي اي انهبيتورز اللي هو الكلاس الاساسي ضمن المجال اللي عملنا به خارج الهارت. رحنا اشتغلنا على السيركوليشن حتى نقلل العبء على الهارت، يسموها دراجز which reduce the work load of the heart. هل هذه الكلاس فقط يعمل بهذا المبدأ؟ لا، عندنا كلاسات أخرى من ضمنها الديوريتكس، أدوية معناها المدررات. عندنا أكثر من كلاس من الديوريتكس تعمل بمبادئ مختلفة على الكدني، تزود لي طرح الووتر إلى الخارج، معناها أقلل البلد فوليوم وأقلل الورك لود على الهارت. بعد عندي كلاس آخر، نعم، البيتا أدرينوسبتر أنتوغنيستس، البيتا بلوكر، اللي هنا يشتغلن عكس مبدأ عمل البيتا أغونست اللي تكلمنا عنها قبل شوية. البيتا بلوكرز اللي تكلمنا عنها ضمن موضوع الأرثمية، اللي هن يغلقن البيتا ريسبترز، فبالتالي راح يقللن نشاط القلب. طبعا هذا الكلاس يدخل ضمن صنف الأدوية اللي تقلل الورك لود مال الهارت، لكن مو من الأدوية المفضل استعمالها بمرضى الهارت فيلر. يفضل بالعكس، يفضل عدم استعمال هذه البيتا بلوكرز بالهارت فيلر. ليش؟ لأن احنا قبل شوية قلنا من مبادئ عملنا اللي نزود بها الكونتراكتيليتي مال الهارت انه انطي بيتا أغونست حتى نشط السمباثيتك نيرفس سيستم وازود الكونتراكتيليتي مال الهارت. فهل أنا من الصح إذا أريد أزود السيمباثيتك أكتيفيتي أجي أنطي بيتا بلوكر؟ بالعكس، هذا الشيء راح يزود الأمر سوء ويتعب الهارت أكثر. ما نعتبره كونترا إنديكيتد؟ شو يعني كونترا إنديكيتد؟ كلمة كونترا إنديكيشن على مستوى الفارما معناها هذا الشيء ممنوع بالحالة الفلانية. عائلة أو كلاس الـ ACE inhibitors اللي تكلمنا عنهم قبل شوية، نقول عنهن معلومة خارجية، نقول عنهن contraindicated in pregnancy. أنا ما ممكن أنطي ACE inhibitor لامرأة حامل. ليش؟ ما يخصكم حاليا، ما أريد ندوخكم، فقط أتوضح معنى مصطلح contraindication. فهل أقول عن البيتا بلوكرز contraindicated بالهارت فيلر؟ لا، ما نقول عنها، لكن نقول عنها not preferred، من فضلها. أنا كلامي الآن مو على مستوى امتحان، كلامي أريد أن تفهم drugs، تفهم فارما، هذا مبدأ وأساس لعملك بالمستقبل. بهذا نكون الآن كملنا عن جوانب الهارت فيلر بعد ما تكلمنا بالجزء السابق عن الأرثمية.